كمان الرئيس قال الرأي العام المصري والعربي بيتأثر ببعضه البعض، وإذا استدعى الأمر أن أطلب من الشعب المصري الخروج بالتعبير عن رفض هذه الفكرة فستروا ملايين من المصريين يخرجون للتعبير عن رفض الفكرة ودعم الموقف المصري في هذا الأمر. إذا كان هناك فكرة للتهجير، توجد صحراء النقب في إسرائيل، ممكن أوي يتم نقل الفلسطينيين لحتى تنتهي إسرائيل من مهمتها المعلنة في تصفية المقاومة أو الجماعات المسلحة في حماس والجهاد الإسلامي وغيره في القطاع، ثم بعد كده تبقى ترجعهم إذا شاءت. لكن نقلهم إلى مصر، العملية العسكرية دي ممكن تستمر سنوات، وهي عملية فضفاضة. أقول لسه ما خلصناش الإرهاب، لسه ما انتهناش من المهمة، وتتحمل مصر تبعات هذا الأمر، وتتحول سيناء إلى قاعدة للانطلاق بعمليات إرهابية ضد إسرائيل، ونتحمل إحنا في مصر مسؤولية ذلك، ويبقى السلام اللي إحنا عملناه كله بيتلاشى بين إيدينا في إطار فكرة لتصفية القضية الفلسطينية. أنا قلت المعالي المستشار، مصر فيها 105 مليون، والرأي العام المصري والرأي العام العربي يتأثر بعضه ببعض، وإذا يعني استدعى الأمر إن أنا أطلب من الشعب المصري الخروج للتعبير عن رفض هذه الفكرة فستروا ملايين من المصريين، ملايين من المصريين يخرجون للتعبير عن رفض الفكرة ودعم الموقف المصري في هذا الأمر. أنا بقول الكلام دوت عشان قبل الأمور ما، لأن احنا شايفين إن عملية الحصار المطبق على القطاع، أنا آسف إن أنا أطلت معالي المستشار، ولكن دي قضية خطيرة، وعملية منع المياه والوقود والكهرباء ودخول المساعدات إلى القطاع هو الهدف النهائي، في النهاية هو نقل المواطنين الفلسطينيين من القطاع إلى مصر، وهذا أمر نحن نرفض تصفية القضية الفلسطينية والتهجير إلى سيناء.